السلام عليكم. الوغ اليوم ان شاء الله رانا رايحين نديرو دي كريب. الناس كامل يديروا لي كريب، وهي الوصفه اللي بدينا بها كامل كي كنا صغار، وحتى ولادنا هذيك هي الحاجه الاولى اللي نعطو لهم نديروها. مي اليوم لي كريب تاعي اكيد ماهمش حيكونوا دي كريب اوردينير وبسيطين، فيهم ام تي توش اللي راهي رايحه تعطي لهم هذاك التميز. واش فيهم؟ فيهم البوافرون بالالوان. كنا درنا التوست بالالوان وكان الذوق تاعكم تاعو بزاف بنين، واليوم تاني لي كريب تاعنا راهم رايحين يكونوا لي بوافون الالوان، ولا حتى الخضر وحده ولا الاحمر وحده. واش عندكم؟ الوغ عندنا مغرفه تاع الزبده ومغرفه تاع الزيت، وعندنا كاس تاع طرشي مقطع رقيق الوان، وعندنا كاس واحد تاع الفرينه، وكاس ونص تاع الحليب. الوغ نبداو لا تكنيك دو طراباي تاعها بزاف سهله. بسم الله، ندير الكاس تاعي تاع الفرينه، نفرغو كامل بسم الله، ونخلط معاه هذاك الطرشي ديالي اللي راهو رايح يعطي له ذوق رهيب، وشكل البام فيزويل ديالو راهو رايح يكون بزاف شباب. عندي الزبده وحده مغرفه طريه بزاف بزاف طريه باش تنسجم مع المقادير هدايا، وعندي اكيد ندير قرصه تاع الملح، قرصه مليحه على خاطر رايحين يكونوا دي كريب سالي، قرصه مليحه. ونعطي لهم ثاني شويه تاع الكركم اللي راهو رايح يعطي لهم لون بزاف شباب وقيمه غذائيه. وباش نفعلوا الخواص والفوائد تاع الكركم نديروا قرصه صغيره تاع الفلفل الكحل، ونديروا ثاني قريصه تاع السكر باش تعطينا هذاك اللون الشباب. هذا هو فيها الوصفه تاعنا، وفيها كيما فهمنا كاس ونص تاع الحليب. نخلط هذه المقادير هكذايا، الطريقه تاعها بزاف سلسه وسهله بزاف الخدمه، ونفرغ الحليب تاعي بشويه. وجاو بزاف شابين دي كريب بلا البيض، للناس اللي عندها حساسيه تاع البيض ان شاء الله يفرحوا بهذه الوصفه لانها تجي فقط رائعه. والناس اللي ما عندها حتى حساسيه من البيض، اكيد البيض قيمه غذائيه. الوغ تزيد في المقادير اللي درناهم تاع كاس فرينه وكاس ونص تاع الحليب، تزيد فقط بيضه واحده، وتحبوا تضعفوا انتم احرار. الوغ انا درت ام تيت فارت فيها الدجاج والبصل وشويه تاع الطرشي، قليتهم بيان بيان، شويه ملح وشويه فلفل الكحل وشويه سكنجبير، ونعمر الحبيبات تاعي تاع لي كريب نعمرهم بالاشكال انتم احرار. اليوم رانا راح نشوفوا اشكال متعدده. نوجد مقيله فيها شويه تاع الزيت وشويه تاع الزبده، ونحمرهم من جميع الجوانب باش نعطي لهم ان كروستيون، ونعاودوا نولوا.
فوالا كملت لي كريب ديالي، جوزتهم في لاغري ودرت لهم غير شويه تاع الفرماج من الفوق. واش نقول لكم، اذا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع ناسكم وحبابكم، فعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. انضموا لقناتنا، بقاو على خير.